قطاع الناشئين، اللعيبه اللي تألقت سلوكيا وفنيا. هنشوف في حراسه المرمى، هنستعرضه مع حضراتكم دلوقتي. في حراسه المرمى محمد اشرف حارس مرمى مواليد 2000، خط الظهر من ناحيه اليمين احمد عبد النبي باك رايت 2002، اثنين مساكين محمد حسام مواليد 2000 وعادل زينهم كابتن فريق الشباب مواليد 99 وحامد الرفاعي باك ليفت مواليد 2000، اثنين وسط ملعب مدافع مصطفى ابو الخير 2004 وعمر زكريا 2006. تحت المهاجم عمر سيد معوض، ما شاء الله عمر سيد معوض هيكون موجود معانا في حلقه قريب، ما شاء الله حاجه مبشره، حاجه صاعده واعده زي ما بيقولوا يعني في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وهو ابن الكابتن سيد معوض. يوسف عفيفي 2005 ومحمد شكري مواليد 99 وكرم النقيب مواليد 2000 مهاجم 2000. ده كان منتخب الاسبوع بالنسبه لفرق القطاع مواليد 99 و2000 و2001 و2002 و2003 و2004 و2005. هروح بقى للبراعم، البراعم 2007 و8 و9 و10 ايضا، قلنا نعمل منتخبين من البراعم ومن القطاع عشان ندي اكبر مساحه لاولادنا داخل القطاع. في حراسه المرمى احمد هيثم مواليد 2007، احمد عبد الهادي 2009، محمد عماد 2009، مالك محمد 2010 وعمر هشهش مواليد 2008. خط الوسط حسين عماد 2009، ابراهيم نبيل 2010. تحت المهاجم محمد عبد الفتاح 2007 وياسين تامر 2010 واحمد عصام 2007 ومحمد بشيري 2008. ده كان منتخب الاسبوع لقطاع البراعم. يبقى احنا كده خدنا منتخب الاسبوع لفرق القطاع وايضا للبراعم. نروح نشوف مع حضراتكم بقى الفقره اللي دايما بتستنوها، فقره الاهداف بالصوت والصور. عن طريق اللاعب محمد شكري، محمد شكري اللي بيستعيد بريقه ولمعانه في الفترة الأخيرة، يضع هدف أول للنادي الأهلي. لكن اوعى تنسى صاحب التمريرة السحرية محمد فخري، محمد شكري وإبراهيم شكري وركلة الجزاء محمد شكري. جول 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 جوه جول، هدف ثاني للنادي الأهلي في نص المرمى منتصف المرمى، وضعها محمد شكري بكل قوة، هدف ثاني للنادي الأهلي، اثنين للنادي الأهلي لا شيء. أسوان هدف ثاني عن طريق محمد شكري، محمد فخري 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 يا ولد يا ولد، جوه جول، هدف ثالث للنادي الأهلي، محمد فخري يضع هدف ثالث للنادي الأهلي، ثلاثة للنادي الأهلي لا شيء أسوان، وهدف عن طريق محمد فخري. جميلة الهجمة من النادي الأهلي، يلعب لصالح صالح، يا ولد لو تكمل بقى، لو تكمل يا ولد يا ولد لو تكمل، حط يا راجل يا ولد يا ولد، جول 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 جوه جول، هدف رابع للنادي الاهلي عن طريق اللاعب محمد شكري في اجمل هجمه، اجمل هجمه واجمل اهداف الموسم واجمل هجمه اتنقلت للنادي الاهلي، وسرعه نقل الهجمه واللعب من لمسه واحده، هدف رائع للنادي الأهلي.